عسلامة، ان شاء الله منكم استاذي، ان شاء الله تبداو لاباس معكم. ايش اليوم باش نعملوا فيديو على الفوتوشوب. كما قلت لكم في الستاتيو الاولاني بالكل، قلت لكم حطوا تصاور برشا، تصاور حطوهم فما تصاور خارجين الموضوع اللي نحب نخدم عليه. فما كعبات يطيروا على الاخر. سو اخترت كان 4 تصاور تنوريكم شنو التصاور. قبل هذا قلت لكم شنو هبطوا الجمعه هذه، كلكم اخترتوا بريسك الفوتوشوب، قلت لكم شنو نخدموا اندي جيم ولا جو تاع رالي، يعني جيم بلاي على جو تاع رالي. اما ما تخافش نخدموهم بريسك الكل، الفيديو هذا ان شاء الله الكل نخدموهم. سو الولاد نوريكم التصاور اللي اخترتهم من غير ما نطول عليكم برشا. التصاور اللي اخترناهم با ديريكت اخترت تصاور من الانترنت باش ما نبقاش نكسر في راسي انا، خاطر الانترنت بتاعي على الحيط عادي تو تخرم تتقص. باش نخدمو هذايا، واحد فهمتش الموضوع بتاعها. وهذايا لا تفهموا كل شيء بشوية بشوية. وهذايا أقوى واحدة عجبتني هي هذي من غير تفادليك. وهذايا تتفهموا علاش قلت لكم أقوى واحدة، خاطر عملت لها تصاور بتاعها يطيروا على الاخر. وهذايا هذي أقوى واحدة زادة تعرفونها على الاخر. سو الولاد توا نبداو الفيديو، هذوما التصاور اخترناهم باش نركبوهم أنا ومعايا الولاد هنايا والآخرين أنا وحدي. سو نبداو بأول واحدة هي هذي وإن شاء الله تكون جوابي. هاي ليتس جو. توا كمان التصوير با هاك تشوفوا فماش فرق كبير بيناتهم. سوى ذي لازم تجي هكا اوب ذي هكا، نزيدو نصغروها شوية. شفت شفاش نعمل انا ذي التصويرة الأولى. ويش في الامازون يدور على الدين هنا عادي ما نخافوش، نطيروا بزربية احنا. كبرنا التصويرة، شو التصويرة اللي بعدها. ويش ياكل في اللبلابي فوق الطياره. يس مش فوتوشوب جمله، شوفوا حتى البونيه جمله، مش فوتوشوب مش فوتوشوب مش فلوش يصير فوتوشوب جمله. في بالي ناقصه شويه في الراس بالفوق من هنا هكا. ساقين زاده كيف كيف، خاطر كيف تزيد تبعد اكثر في التصويره، تصويره مش بتجي بالكدا جمله. نعرف الكاميرا اللي عندي اللي نصور بها، تفرج كاميرا هنا نغزر من هنا، نعرف الكاميرا اللي عندي هكاك اكثر حاجه. يو فماش فرق، فماش فرق، ما فماش فرق، ما فماش فرق، فماش فرق، فماش فرق.
يمكن الطيارة بركة تقلب. تو باش ندخلوا في الصحيح، إذا بزوز تسخين كيما قلت لكم، فما حاجة في الأخر بليدة على الأخر باش نعملها إن شاء الله تمشي بكدا. كان لقيت التصور نتاع الولاد الكل من الأخر، خاطر فيها الولاد الكل التصوير الأخرانية بالكل. سوما تنساوش تعملوا جيم بالحق الولاد، تنساوش تعملوا جيم خاطر كوارث بالحق. هذا اسمه كوارث فيسبوك، هي اسمها كوارث فيسبوك، من غير ما تقول لي شباب معموله هكا وشباب داخله هكا، خاطر انا عاملها اسمها كوارث الفيسبوك. وات كوارث الفوتوشوب. فشل تغزر روحك كيفاش عام. توا الولاد بتشوفوا حاجه غريبه وعجيبه، ديريكت تمشيو تشوفوها مع بعضنا اللي هي بتاع الاسد هذي. باش تشوفوا تصور، باش تشوفوا تصور اللي باش نركبهم عليها. تحل صح بقيت ما نعمل. تصور بديو الولاد هيا. أقوى واحدة بالأخر، أقوى تصوير عملتها. نحن لا نخاف الأسود فنحن الأسود. شوف شوف What the fuck. فقش نعمل أنا، فش نعمل أنا ما لقيت ما نعمل، يعني أنا ما لقيت ما نعمل. توا صح سكر علينا دو. هاي شقاولكم شقاولكم. أقوى واحدة حتى لتوا هذي. الولاد من الاخر ما نفهمش، لازم نوصلوها الفيديو هذي فوق 50 جيم. باثر بحالي، تبعت واحد قاعد يباثر بحارو بحارو بحالي. خم نبط والله، خلي خلي مانيش مبطط التصوير حتى لين كملهم كل ونبط الفيديو. نحن لا نخاف الاسود. نحن الاسود. تفرج كالسيجاره، تفرج كالسوري خشوك ينك يطلع سيق. عليك علي علي، كارثه 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 بيتم معنى الكلمه. نسجلوهم كل بالحق هذه كوارث فوتوشوب. تو باش نمشيو تصويرة الأخرى باش تكون على مية.
كفوك فيش نعمل انا راه اسمعوني ولاد، نخدم بالسي اس 3 راه بدا داخل في حياته مش باهي برشا، في برشا مشاكل هاكا اللي فما ديفوت وكل شيء، ونخدم كان بالرابيد يعني سيليكسيون رابيد، ما نحبش نقعد كسر في راسي هاكا، ما نخدمش باللوتي الاخرين شي انا مخت خفي حيت خكملوا التصويره الاخرى ومن بعد نرجع نحكي سجلناها هذايا. سو الولاد هذا التصوير باش نخدمو، خدمنا حاجة كيفة مش جي تي هذايا، اخترنا سان اندرياس ويني التصويرة وعي التصويرة حطينا مكي وساجد وحمادي وصابري فوق السطح بالحق هذوما يتسماو كوارث الفيس شبيت عارف كوارث الفوتوشوب بلاد كان تحبوا فيديوهات اخرين كيما هكايا سو تنزلوا شي وتبارتاجيو الفيديو والبارتاج راه ماهوش حرام بارتاجيو الفيديو هذايا كان تحبوا ناخذوا فيديوهات اخرين هكايا وكان عندكم فيديو بلاصتي واش تكتبوا كومنتير وتبارتاجيو هذا الفيديو بالحق الولاد راهو بريسك عندي تويكا نقول لكم ساعة وستة دقائق نسجل راهو خدمت الكاليتي هذايا وكل شيء بزربة خاطر نخدم بسي اس 3 مازلت ما صبيتش سي اس 5 مازلت كي قديت البي سي عاود قديتو سو ما لقيتش حتى فيرسيون لقيت كان سي اس 3 هاكا علاه برفض في صافي صافي برشا كراش تكراشا برشا ما علينا سو كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم بارتاج سبسكرايب اللي ما عملش سبسكرايب انا قريب نوصل 5 وات قريب باهي على الاخر سي دخلت في حياتي انا شي تصوير هي يعني شي تصور هذوما سوريكم تصور فيسا فيسا هذايا وهذي وهذايا هذايا في بالي فيها فوتات من فوق بابا غير ما تقعدوا تحلبوا في بالي فيها فوتات خاطر صورت ما كانش بعد اكثر الكاميرا باش تهلك على الاخر وهذايا وتقعد اخر واحدة ختامها بسك دونجورو في مخاخنا سو هنا نوصلو اخر فيديو ان شاء الله الجمعة الجاية باش نخدمو جو اندي جيم وبعد جيم بلاي بتاع جو جديدة نتقابلو في الجمعة الجاية في فيديو جديد ان شاء الله بالسلامة الولاد والبارتاج راه ماشي حرام